اشتغل بدأ. نكمل كلامنا يا شباب عن الهاند اوف استراتيجيز. احنا قلنا ان انا ان عملية الهاند اوف دي ان انا بتحرك، بعمل مكالمته وبتحرك من سل لسل، ف الموبايل سويتشنج سنتر اوتوماتيكلي بينقلني من السيرفنج بيز ستيشن دي لسيرفنج بيز ستيشن ايه جديده. وانا الموبايل بتاعي بيقدر ان هو يقيس الباور خلاص اللي جاياله على طول. ففي حاجه اسمها الاوبتيمال سيجنال ليفل، اللي عندها الباور بتاعي بيبدا ان هو ايه اللي اقدر عندها احصل على، يعني اقدر اكمل مكالمتي للمينيمم باور اللي اقدر عندها اكمل مكالمتي. لو قلت عنها يبقى على طول يحصل بلوكينج للكول لو ما حصلش عمليه ايه الهاند اوف. بيقول لي ان انا عندي بيختار حاجه اسمها الثريشولد ليفل علشان يعمل عمليه الهاند اوف دي، اكبر سلايتلي سترونجر سيجنال ليفل اللي هو اكبر من السالب 90 وسالب 80 دي بي وسالب 100 دي بي ام، اللي احنا قلنا عند سالب 70 بيبدا ايه يعني دي خلاص هي دي المينيمم باور اللي يقدر يعمل عندها المكالمه في السيرفنج سيل بتاعته. لو اقل من كده هيعمل ايه؟ هيعمل عمليه الهاند اوف. ليه؟ لان احنا لو قلنا عن السالب 70 النويز بتزيد عندي، فبالتالي انا عندي الباور سيجنال هتبقى ايه يعني مش هقدر ان انا اعمل ديتكت للباور بتاعتي، فمش هقدر ان انا اسمع المكالمه بتاعتي بشكل كويس. فبيقول لي في حاجه اسمها الفيد سوري الهاند اوف مارجن، حاجه اسمها الهاند اوف مارجن اللي هو الدلتا، عباره عن ايه؟ عباره عن الباور بتاعه الهاند اوف ماينس الباور بتاعه المينيمم يوزابل المينيمم يوزابل فولتج يعني او المينيمم يوزابل سيجنال ليفل. خلاص كده. طيب المينيمم يوزابل سيجنال ليفل دي اللي هي احنا قلنا اقل باور يقدر عندها الموبايل ان هو يفضل في نفس يعمل مكالمته عادي ويفضل مخدوم من نفس الايه البيز ستيشن. طب الباور هاند اوف دي ده اللي هو الثريشولد ليفل. فبيقول لي لازم اختار الدلتا دي بعنايه بحيث ان هي ما تكونش كبيره قوي ولا صغيره قوي. لو كبيره قوي يبقى الثريشولد هيبقى بعيد قوي، لو كبيره قوي يبقى الفرق ده ايه كبير. يبقى الثريشولد عندي لو انا عندي هنا، تعالوا كده نوضحها بالرسمه احسن. لو انا عندي هنا المينيمم ليفل اللي يقدر يكمل في البيز ستيشن بتاعته يعني يقدر يكمل في البيز ستيشن بتاعته مكالمته عادي من غير ما يحصل له بلوكينج خلاص هنا. طب والهاند اوف ثري شولد لو انا اخترته فوق كده ده اللي هو ثري شولد مع اللي ايه اللي بعديه هيبدا يعمل عمليه الايه الهاند اوف. لو الفرق ده كبير يعني اول ما يجي هنا بس هو يقدر ان هو يمينتين المكالمه بتاعته لحد السيجنال ليفل ده. طب لو الفرق ده كبير ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ ها ايه اللي هيحصل؟ هيعمل unnecessary hand off، هيبقى فيه hand off كتير مع ان هو ممكن يفضل في نفس السن بتاعته من غير ما يعمل عمليه. ما هو الهاند اوف ده اوفرلود على السيستم صح بتاعي، فكده هو عمل ايه؟ عمل unnecessary hand off. طيب لو والله بقى لو الثريشولد بتاعي هنا ها وده المينيمم ليفل وكان قريب منه قوي ايه اللي هيحصل؟ ممكن في ثواني ها السيجنال بتاعتي تقل قوي. لو الدلتا دي تو سمول يعني ده قريب جدا من ده، فالسيجنال ممكن تقل قوي قبل ما يحصل عمليه الهاند اوف يحصل بلوكنج لايه ها يحصل بلوكنج للكول بتاعتي او الكول او يحصل لوست للكول بتاعتي. خلاص كده. يبقى انا الدلتا دي ما اختارهاش كبيره قوي وما اختارهاش قليله ايه قوي. يبقى الباور هاند اوف ده الثريشولد بتاعي والباور يوزابل دي المينيمم يوزابل فور بروبر فويس كواليتي. ده اقل باور اقدر اعمل احصل على كواليتي كويسه للفويس بتاعي واكملها في السيرفنج السيل بتاعتي او السيرفنج بيز ستيشن بتاعتي من غير ما اتنقل للسيل التاني. فلازم اختار الدلتا دي تكون كويسه
بحيث ان انا ما اعملش هاند اوفس كتير وفي نفس الوقت ما يحصل ليش لوست للسيجنال بتاعتي. طيب هنا بشرح والله الكلام ده عند انا عندي هنا دلوقتي اهو ده الموبايل ستيشن وده البيز ستيشن الاولى ودي البيز ستيشن الثانيه. الكتب ده بيشرح ايه بقى؟ بيقول لي والله انا كنت عند البيز ستيشن الاولى اللي هي ايه والسيرفنج يعني كنت هنا في السيل دي معلش والسيرفنج بيز ستيشن بتاعتي كانت بيز ستيشن 1 خلاص وانا بتحرك بالعربيه خلاص كده ده شكل السيجنال ليفل بتاعتي عند الايه عند الايه ده الليفل ات بوينت ايه هنا خلاص كده. طيب السيجنال ليفل بتاعتي كانت اعلى من هاند اوف ايه ثريشولد وده المينيمم اكسبتابل ايه سيجنال ليفل ده السيجنال ليفل بتاعي خلاص وانا ايه ده المينيمم اكسبتابل ايه سيجنال ليفل. انا بتحرك بالعربيه في الاتجاه ده رايح ناحيه بيز ستيشن 2 فانا عندي الباور بتاعتي او الريسيفد سيجنال ليفل عندي ايه بتقل طبعا مع كل ما امشي في الاتجاه ده خلاص كده لحد لما انزل عند اقل من المينيمم اكسبتابل سيجنال ليفل من غير ما اعمل ده الهاند اوف ثريشولد. انا ما عملتش هاند اوف الا هيحصل عندي بوينت بي لما اجي عند النقطه دي ها انا اتنقلت كده لسيل ثانيه من غير ما اعمل عمليه الايه الهاند اوف هيحصل ايه الكول از ترمينيتد. عشان كده لو شفنا تحت هنا الليفل سيجنال ها عند بوينت بي هتبقى هنا ايه تقل هتبقى هنا قليله جدا وبعدين لما يحصل عمليه الهاند اوف يبدا هنا ايه عند البوينت بي هنا تبدا هنا تاني السيجنال او الريسيفد سيجنال ليفل اللي رايحه للموبايل ستيشن تبدا ايه تقل تاني ويكمل المكالمه بتاعته بالشكل الايه الطبيعي خلاص كده يا شباب. طيب بيقول لي هنا يا جماعه في الفيرست جي او الفيرست جينيريشن كان ايه اللي بيحصل؟ كانت البيز ستيشن دايما هي اللي بتقيس السيجنال ليفل اللي جايه من الموبايل ستيشن. يعني كانت بتقيس في الاب لينك او الريفيرس شانل خلاص كده؟ انا ببعت من البيز ستيشن في الداون لينك للموبايل بباور معينه ثابته فبستقبل بباور ثانيه خلاص؟ لان في حاجه اسمها الباسلوس بيطرح الباور ريسيفد ناقص الباور ترانسميتد فبيحصل على الايه الباسلوس ده. لو القيمة دي لقاها بتقل هيبدأ يعمل ايه؟ يفكر في عملية الايه؟ الهاند اوف. طيب كان بيعمل الكلام ده ازاي برضو؟ بيقول لي والله ان انا عندي الباس لوس بتاعي خلاص او الباور بتاعتي او الباس لوس عموما كان بيتوقف على حاجتين مش عارفة ليه ما بعمل كنترول زد ما بيرجعش. ماشي. اول حاجه كان بيتوقف على التردد بتاعي صح احنا عارفين ان انا كل ما يزيد التردد بتاعي كل ما ايه اللي هيحصل كل ما الباسلوس هيزيد صح كده وبيتوقف على الديستانس. يعني انا لو عندي دلوقتي الباور ريسيفد دي هتقل يعني الباسلوس هتزيد لو انا ايه مشيت مسافه ايه كبيره يعني كل ما المسافه بتزيد كل ما الباور ريسيفد عند الموبايل امشي بعيد يعني عن البيز ستيشن كل لما الموبايل بتاعي هيريسيفد سيجنال ايه قليله. طيب في حاجه اسمها كانت موجوده في البيز ستيشن حاجه اسمها ده انا بتكلم كل ده على الفيرست جينيريشن يا جماعه كان ازاي بيعمل او بيقيس الباور بتاعتي وازاي بيعمل بيكرر عمليه الهاند اوف. فبيقول لي والله كان في حاجه اسمها سبارس ريسيفر. سبارس ريسيفر كان خاص بكل بيز ستيشن خلاص كان في حاجه اسمها اللوكيتور ريسيفر حاجه اسمها اللوكيتور ريسيفر. اللوكيتور من اسمه ده مخصص ان هو يحدد لي الاماكن فقط عن طريق ان هو بيحسب الباور ترانسميتر واللي جايه من البيز ستيشن للموبايل ستيشن والباور ريسيفد اللي هيستقبلها من الموبايل ستيشن خلاص وبيقدر يحصل عليهم ويحسب الايه الباس لوس. فبالتالي هيقدر يحسب المسافه بين عن طريق قياس الباور ده هيبدا يحسب المسافه بين البيز ستيشن والموبايل ستيشن وهو عنده عارف حدود الخليه بتاعته هو عنده عارف حدود ايه الخليه بتاعته لو هنشرح على الشكل اللي قدامنا ده. فوالله هيقيس المسافه من خلال الباور ترانسميتد والباور ريسيفد خلاص فهيعرف والله لو هو وصل عند حدود الخليه بتاعته
خلاص يعني هو كده هيطلع بره الخلية، هيبدأ ان هو يعمل عملية ايه؟ الهاند اوف، هيبدأ يعمل عملية الهاند اوف. لكن في السكند جنريشن ايه اللي بيحصل بقى في عملية الهاند اوف؟ في حاجة اسمها الموبايل اسيستد هاند اوف، حاجة اسمها الموبايل اسيستد هاند اوف اللي هو المهو. خلاص ده بيعمل ايه بقى؟ ده بقى الموبايل ستيشن نفسه، الموبايل ستيشن هو اللي بيقدر يعني طول الوقت بيقيس الباور من كل البيز ستيشنز اللي ايه اللي حواليه. انا عندي هنا اهو دي السيل بتاعتي مثلا بالشكل ده، وادي البيز ستيشن بتاعتي والموبايل ستيشن هنا. خلاص الموبايل ستيشن في المكان ده، فايه اللي بيحصل؟ والله بيقول لي ان انا عندي السيلز دي ليها مجموعه من السيل، السيل دي لها مجموعه من السيلز الايه المتجاوره معاها بالشكل ده، وكل سيل قلنا فيها بيز ستيشن صح؟ فهيبدأ ان هو الموبايل ستيشن ده هيبدأ ان هو يقيس الباور اللي جايه له من كل النيبورنج ايه بيز ستيشنز. خلاص وهيبعت باستمرار ريبورت للسيرفنج بيز ستيشن اللي هو فيها خلاص عن القيم المقاسه من الايه من القيم اللي هو قايسها للباور من الايه من النيبورنج بيز ستيشنز اللي هي ايه المتجاوره. اعلى باور بيز ستيشن هيستقبلها المفروض ان هو يروح لها، بس مين اللي هيعمل عمليه الهاند اوف دي؟ هل البيز ستيشن اللي هتوديه؟ لا، بقرار من مين؟ من الموبايل سويتشنج ايه سنتر. ولكن لازم اخد في اعتباري حاجه اسمها البراكتيكال كونسيدريشنز اللي هي ايه، مش هو مجرد ان هو يستقبل اشاره ضعيفه من الباور من البيز ستيشن بتاعته، مستقبل اشاره قويه من البيز ستيشن تانية اعمل عمليه الهاند اوف. لا، لازم اخد في اعتباري ان التشانل بتاعتي دي متغيره، فممكن يكون حصل فيدنج في اللحظه دي بس، فلازم يقدر يقيس الباور دي لفتره من الزمن قبل ما ياخد خطوه عمليه الايه الهاند اوف، يتاكد ان الباور دي هل هي فعلا قلت نتيجه ان الموبايل ستيشن اتحرك بعيد عن السيرفنج بيس ستيشن، ولا علشان حصل عندي فيدنج في التشانل للحظات معينه، ومجرد ما الموبايل بس يتحرك من المكان اللي هو فيه هيلقط هيبقى الفويس كواليتي بتاعته كويسه. تمام كده يا شباب؟ طيب في حاجه تانية، خلاص بيقول لي ان انا ايه اقيسها فور ا سيرتن ايه بيريود اوف تايم. تعالوا كده نشوف الهاند اوف استراتيجي او الهاند اوف اوفر، ايه انواع الهاند اوف؟ حاجه اسمها الانتر سيل هاند اوف او الانتر بيز ستيشن هاند اوف، انا في نفس الكلاستر بتاعي وبيتنقل والله من بيز ستيشن لبيز ستيشن تاني وبيخدمهم نفس الموبايل سويتشنج ايه سنتر. لكن في حاجه تانية اسمها الانتر سيستم هاند اوف او الانتر موبايل ستيشن كنترول هاند اوف، اللي هو انا بتنقل من السيرفنج خلاص انا مش بيخدمني الموبايل سويتشنج سنتر ده، لا ده انا بروح لموبايل سويتشنج، معلش موبايل سويتشنج سنتر مش كنترول يعني، لموبايل سويتشنج سنتر ايه تاني، يعني بتنقل من الكلاستر ده لكلاستر ايه تاني. خلاص كده يا جماعه؟ ها خلاص. طيب ايه هي البريورتايزنج هاند اوف دي؟ زي ما احنا قلنا دلوقتي اللي هي بيعمل بريورتي للناس اللي جايين هيعملوا هاند اوف، اللي هو ايه بقى؟ اول حاجه ان انا هيخصص حاجه جارد باند خلاص او جارد تشانل. انا عندي خلاص اهي يا جماعه الباند ويدث بتاعي اهو، هيقسمهم على السيلز بس هيسيب بقى في جارد تشانل هنا كده ايه خاصه بمين؟ بعمليه الهاند اوف. والله انا هسيب التشانل دي فاضيه علشان لو جالي موبايل ستيشن من سيل لسيل تانية للسيل بتاعتي فيبقى عنده تشانل يقدر ينقل عليها الايه المكالمه بتاعته. طبعا دي مشكله، ليه؟ لان هو بيقلل الكباستي بتاعه السيستم بتاعته صح. طيب يبقى دي اول حاجه ان هو بيعمل ايه، ان هو بيعمل جارد تشانل علشان يدي جيفنج بريوريتي للهاند اوفس، العمليه الهاند اوف خلاص، ان اللي يجي العمليه الهاند اوف لها البريوريتي، ان اللي يجي من سيل لسيل للسيل بتاعتي لا يلاقي فيه تشانل يقدر ايه يكمل عليها المكالمه بتاعته. طيب في حاجه اسمها ايه كيوينج، ان هو يعمل زي بفر كده ويحط فيه ايه الناس، والله ده اللي جاي الاول
وعايز ينقل مكالمته خلاص كده، فهيتحط فين؟ في الويتنج ليست خلاص كده. اول ما تفضى تشانل يقوم ايه رايح مديها له على طول. بس مشكلته ايه بقى ده؟ مشكلته ان لو جالي، طبعا هو بيقلل فرصه ان المكالمه نفسها يحصل لها دروبنج، ولكن يخلي المكالمات الجديده النيو ريكوست ما ايه ما تتمش خلاص كده. النيو ريكوست ما تتمش، يعني واحد انا عندي التشانل مزدحمه، هو حاطط كيوينج عنده ناس خلاص هي مستنيه بس التشانل تفضى عشان ايه يكمل المكالمه عليها، هو هيفضل سايب المكالمه مفتوحه، ولكن اول ما تفضل التشانل دي يعمل عمليه مين؟ الهاند اوف خلاص كده. طيب بس مشكلته ايه؟ ان انا لو عندي التشانل مزدحمه او فيها ترافيك عالي ايه اللي هيحصل؟ لو جالي مكالمه جديده مش هتتم خلاص، لو جالي مكالمه جديده ايه مش هتتم، مع انه عمل ايه قلل البروبابيلتي اوف فورسد ايه تيرمينيشن. ده تاني حاجه خلاص، او تاني ميثود من عمليه الايه البريوريتي ايه هاند اوف. طيب في حاجه اسمها السيل دراجنج، في حاجه تانية اسمها السيل دراجنج. ايه السيل دراجنج ده؟ والله السيل بتاعتي بتقدم لي، السيل اللي بتقدم لي خدمه خلاص. طيب وانا هقول لكم بقى ببساطه كده، انا دلوقتي عندي دي السيل بتاعتي اهي خلاص كده، وانا المفروض هتحرك وهروح سيل تانية خلاص كده. طيب انا بتحرك بعيد عن السيرفنج بيز ستيشن، يعني ده الموبايل ستيشن اهو بيتحرك ايه بعيد كده عن الايه البيز ستيشن بتاعته، الباور بتاعته اه هتقل، فالمفروض ان هو بيتحرك من البيز ستيشن دي رايح ناحيه البيز ستيشن الثانيه. بس في مشكله هنا نتيجه شادوينج، اي مشكله هيستقبل باور قليله من البيز ستيشن المفروض ان هو ايه هيروح لها، وهو مستقبل باور برضو قليله من البيز ستيشن بتاعته، ولكن لازال السيجنال ليفل بتاعته او الباور ليفل بتاعته اللي جاياله من السيرفنج بيز ستيشن اعلى من البيز ستيشن الثانيه اللي المفروض هيروح لها. فيعمل ايه؟ يفضل برضو يتخدم من البيز ستيشن بتاعته وياخدها، يعني يفضل على نفس التشانل بتاعته اللي جايه له من البيز اللي محددها له البيز ستيشن دي من البيز ستيشن كنترول من موبايل سويتشنج سنتر، وياخدها ويروح عادي الخليه بتاع هيروح السكند سيل او النيبيورنج سيل دي، ولكن مستخدم التشانل بتاعت ايه السيل دي. ده اسمه السيل دراجنج، يعني ايه؟ كأن انا سحبت او عملت دراج للسيل بتاعتي وطلعت عملت دراج للشانل بتاعته وطلعت بيها بره السيل ورحت لسيل ايه تانية. تمام؟ مشكلة السيل دراجنج ده في ايه؟ ها؟ في الانترفيرنس، صح كده؟ في الانترفيرنس اللي ايه؟ اللي ممكن يحصل نتيجة ان انا رحت ايه؟ لسيل تاني. في مشكلة حد كده يا شباب؟ ها؟ فبيقول لي عشان أحل مشكلة السيل دراجنج دي لازم يكون الهاند اوف ثريشولد والراديو كفرج بارامترز ماست بي ادجاستد كيرفول، لازم إن أنا أحسبهم بطريقة إيه؟ مور أكيوريت يعني. خلاص كده يا شباب؟ في مشكلة حد كده؟ هنتكلم بعد كده عن حاجه اسمها الانترفيرنس اند سيستم ايه كاباسيتي، الانترفيرنس اند سيستم كاباسيتي خلاص. بيقول لي ان العدو الاول قلنا لاي سيستم كاباسيتي هو مين؟ هو الانترفيرنس، عشان كده لازم يعني انا عندي دلوقتي الانترفيرنس لو موجود في السيستم بتاعي بيقلل الريليابيليتي بتاعته خلاص، واي سيستم الريليابيلتي بتاعته هتقل يبقى خلاص كده ايه الكباستي بتاعته هتقل وخلاص، يبقى السيستم ده خلاص مش كويس ملوش لازمه يعني خلاص. فاهم حاجه ان انا اعل يبقى السيستم عندي مور ريليابل والانترفيرنس فيه قليل والسيستم كباستي بتاعتي تكون كبيره علشان يبقى ايه يبقى يخدم عدد اكبر من يوزر. طب ايه هي الميجور فاكتور في انترفيرنس في اي سيلولار سيستم؟ ها ممكن يحصل عندي انترفيرنس نتيجة ان انذر، ممكن
ممكن يحصل عندي interference من another mobile in the same ايه؟ من another mobile in the same cell. يعني يحصل عندي interference من موبايل تاني في نفس الايه؟ في نفس السيل. ممكن يحصل عندي ايه تاني؟ اقول in progress in boring cell، من مكالمة في السيل المجاورة بتاعتي يحصل معاها interference. ممكن يكون other base stations operating in the same frequency band. انا عندي البيز ستيشن اللي في السيل اللي جنبي بتستخدم نفس الفريكوانسي باند، ده مش ممكن يحصل، بس لو حصل ايه؟ يحصل عندي انترفيرنس. any non-cellular system that leaks energy into cellular ايه frequency band. انا ممكن انا يعني مثلا الشركة، انا دلوقتي اخدت البند بتاعي، رحت اخدت البند بتاعي، بس صادف ان البند بتاعي ده هو متجاور لاي بند تاني بتاع الميلاريتي سيستم، بتاع اي بند اخر نون سيلولار ايه سيستم، فايه اللي يحصل بقى؟ والله الفلتر بتاعي ممكن ما يكونش يعني ما يقدرش ان هو يفصل البند بتاعي كده بالظبط، فياخد ايه؟ ياخد حته كده من البند اللي ايه؟ اللي جنبه، فيحصل ليكج باور او ليكج انرجي تيجي عندي من الباند بتاع اي نون سيلولار سيستم تاني او اي وايرلس كوميونيكيشن تاني، خلاص طريقه كوميونيكيشن، اي حاجه تانيه تيجي عندي في البند بتاعي ده، فيحصل عندي ايه؟ يحصل عندي برضو انترفيرنس. تمام كده؟ بيقول لي والله انا عندي نوع الانترفيرنس في مش انا عندي انواع التشانلز اللي موجوده عندي، فويس تشانل او كنترول تشانل. طيب الفويس تشانل يحصل عندي انترفيرنس فيها عن شكل حاجه اسمها الكروس توك. يعني ايه كروس توك؟ انا بتكلم وسامع واحد تاني بيتكلم معايا في نفس الايه المكالمه، وكان بيحصل كتير جدا لو فاكرين في الموبايل الارضي، في معلش في التليفون الارضي. تمام؟ طيب وحصل برضو في الموبايل، في اول الموبايلات القديمه دي كان بيحصل برضو. تمام؟ طيب ايه بقى اللي كان بيحصل؟ طب شكل الانترفيرنس ازاي في الكنترول تشانل؟ ها؟ اول حاجه ممكن يحصل ميزد اند بلوك كولز. يحصل ايه؟ يعني ميزد او بلوك كولز، ان انا ببقى بتكلم ويحصل ايه؟ بلوكينج للكول، او ان انا بتصل فما اصلا يحصل عندي ميزد ايه؟ للكول بتاعتي. ممكن يحصل ايه تاني؟ ممكن يحصل التشانل كنترول دي ما تقدرش ان هي تترماين او ان هي تحسب او تحدد التشانل كواليتي بتاعت شكلها عامل ازاي. فيلير ان ديترمينيشن اوف فويس تشانل ايه كواليتي. ممكن ايه تاني؟ ممكن ان هو يعمل يعني فيلير، طبعا بعد ما اخلص المكالمه المفروض يحصل ترمينيشن للكول، ممكن ايه المكالمه بتاعتي ما تقفلش. ممكن يحصل ايه تاني؟ فيلير في الهاند اوف بروسيس، يعني ما يقدرش ان هو يعمل هاند اوف، لان كل ده بيتم عن طريق الكنترول ايه تشانل. فايه فالحاجات اللي بتتم عن طريق الكنترول تشانل في حاله الانترفيرنس مش هتقدر تقوم بوظيفتها كويس، فمش هتقدر تعمل الكلام ده. طيب انا عندي تو ميجر تايبس في من الايه الانترفيرنس موجودين عندي. ايه هم؟ اول حاجه الكود شانل انترفيرنس، تاني حاجه الادجيسنت تشانل انترفيرنس. الادجيسنت شانل انترفيرنس بمنتهى البساطه خالص، انا طبعا شغال في البند بتاعي اهو، خلاص زي نظام الاو اف دي ام. خلاص كده؟ فانا عندي طبعا هنا دي تشانل وفي تشانل جنبي وهكذا، وكل تشانل بايه؟ بتبعت عندي ايه؟ يعني ده اليوزر الاولاني مثلا، وده اليوزر الثاني، وده اليوزر الثالث. ايه اللي هيحصل عندي؟ كل واحد شغال على فريكوانسي معين، ايه اللي هيحصل؟ ها؟ نتيجه لعدم وجود جارد باند بين البند ده والبند ده اللي شغال عليه اليوزر الاولاني او اليوزر الثاني او او او، الفلتر بتاعي ما قدرش ان هو يفصل الاشاره بتاعتي بالظبط. خلاص يجي على الحدود بتاعتها بالظبط، فاخد جزء من الإشارة اليوزر التاني معاه فين؟ في الإشارة بتاعته، فدي اسمها leakage باور. خلاص؟ يبقى الأدجيسنت تشانل انترفيرنس بتحصل نتيجة إن أنا أخدت جزء من إشارة بند تاني وجاور ليا معايا في البند بتاعي، علشان الفلتر بتاعي ما كانش مظبوط، وده ممكن أظبطه بإن أنا أو أقلله بإن أنا أظبط الإيه؟ الفلتر بتاعي، وأعمل ديزاين للفلتر بتاعي بشكل كويس. طب الكود شانل انترفيرنس بقى؟ ها؟ الكود شانل انترفيرنس اسمه كود شانل.
خلاص يعني بيحصل انترفيرنس في الاول باند، اول باند انترفيرنس. خلاص كده يحصل امتى؟ لو انا بستخدم نفس التردد، يعني انا وتشانل تاني، انا يعني في تو تشانلز بيستخدموا نفس الايه الفريكوانسي باند بالظبط، فبيحصل ايه؟ تداخل كليا، عشان كده سموه اول باند. خلاص ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش لان في حاجه اسمها البيز ستيشن كنترول بيقسم الباند خلاص نتيجه لتعليمات مين؟ الموبايل سويتشنج سنتر، بيقول له والله ادي ده البند الفلاني وده البند التاني وهكذا. فلو حصل غلط، ها لو حصل غلط واداله نفس الباند هيحصل ايه؟ هيحصل اول باند انترفيرنس او كو شانل انترفيرنس. خلاص كده. طيب بيقول لي بقى ان انا عندي السورس بتاع الانترفيرنس في حاله الكو شانل، سريعا كده تاني، ان انا في موبايل ستيشن تاني في نفس السيل بيستخدم نفس الايه التردد، ده مش ممكن يحصل، بس لو حصل هي ايه هيسبب لي انترفيرنس. في عندي ان زي ما قلنا ان انا عندي مفيش مسافه كافيه بين التو شانل اللي هم بيستخدموا او تو كود شانل اللي بيستخدموا نفس الايه التردد، فبالتالي هيحصل عندي ايه انترفيرنس. خلاص كده. طيب نحل المشكله دي ازاي بقى بتاعه الكود شانل انترفيرنس نتيجه المسافه او نحلها ازاي؟ بيقول لي والله ان انا لازم احدد المينيموم ديستانس علشان تعمل ايزوليشن للايه التو شانلز دول وما يحصلش عندي انترفيرنس. طيب المينيمم سيبريشن ده كام بقى؟ بيقول لي والله انا لو عندي الخليه دي السيل الاولى والسيل الثانيه والسيل الثالثه وهكذا، ها كده، فنص قطر الخليه دي كام؟ ار. بيقول لي والله انا ما ينفعش استخدم التردد ده مرة تانية إلا إذا كان في مسافة بين، يعني دول تو شانل بيستخدموا نفس التردد في بينهم مسافة دي، ما ينفعش إن أنا أعيد استخدام التردد ده مرة تانية بين الكود شانلز دول إلا لو كان الريشيو اللي هو الدي على الأر ده إيه كبير جدا، لازم اكبر الدي على الار، يبقى باي انكريزنج الريشيو دي على الار، خلاص هيحصل عندي سباتشال سبريشن بين ايه بين الكود شانل سيل. كود شانل يعني بيستخدموا نفس الايه نفس التردد. خلاص طيب يبقى انا علشان اقلل الفريكوانسي اقلل الانترفيرنس، سوري اقلل الانترفيرنس وفي نفس الوقت ازود السيستم كاباسيتي، عندي حلين، يا اما انا مش انا لازم علشان اعمل الفريكوانسي ريوز لازم ان انا اكبر الريشو دي صح عشان ما يحصلش عندي انترفيرنس، يبقى انا عندي حلين ان انا اقلل الانترفيرنس، ها بان انا يا اما اني اكبر الدي او اصغر مين الار اللي هو الراديوس بتاع السيل. طب ايه تاني؟ ها وان انا ممكن لو صغرت الراديوس بتاع السيل ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي السيستم كاباسيتي، هزود عدد السيلز، فبالتالي السيستم كاباسيتي عندي ايه اللي حصل له؟ هيزيد. صح كده يا شباب؟ صح كده؟ الناس معايا ولا ايه؟ معاك يا دكتور. تمام. ودي احد الموتيفيشن بتاعت ال 5G بالذات، ان انا اغير عندي او اقلل حجم السيل من ماكرو سيل لمايكرو سيل او بيكو سيل، ان انا ازود الكباستي واقلل مين الانترفيرنس، ولكن ده بيحصل على حساب ان انا ايه هعمل بيز ستيشنز ايه اكتر كتير. بالظبط. خلاص كده. طيب فانا عندي الكيو اللي هو الدي على الار ده بيساوي ايه؟ بيساوي جذر 3 ان. خلاص ده الريشيو او الكود شانل ريوز ريشيو اللي المفروض انا ابقى عارف هي يعني احسبها عشان امنع حدوث اللي هو الكود شانل ايه انترفيرنس. هو بيديك جدول كده
جدول كده عند قيم مختلفة يعني لعدد السيلز، والله بيقول لي لو انا اخدت الاي بواحد والجي بواحد يبقى انا عندي الكلاستر سايز بثلاثة، عدد السيلز لي في الكلاستر ثلاثة، لو الاي بواحد والجي باتنين يبقى ده سبعة، لو الاي باتنين والجي باتنين يبقى انا عندي 12، ولو الاي بواحد والجي بثلاثة ايه يبقى هما يبقى ب 13. ففي حالة الثري ثري سيلز بالكلاسترز انا عندي الكود شانل ريشيو ده بثلاثة خلاص، لو عندي سبعة يبقى بأربعة شوية، ولو عندي 12 يبقى بستة، وهكذا خلاص كده. يبقى انا كده عملت ايه؟ ها، كل ما عدد السيلز بتزيد يبقى انا قللت الار وزودت مين؟ الدي. فبالتالي حصل عندي ايه؟ ها، خلي بالكم هو نفس الفريكوانسي باند اللي انا مستخدماه في كله، يعني انا عندي الفريكوانسي انا بقلل عدد السيلز بس ما بعملش فريكوانسي ريوز قريب، عشان بس الناس ايه يعني ما يحصلش عندكم كده ايه لخبطه. انا البند عندي ثابت، يا اما هقسمه على 7 على 3 او على 7 او على 12 او ايه او على 13. فانا لو قسمته على عدد اكبر من السيلز فانا ببعد الكود شانل سيلز عني اكتر. تمام تمام كده يا شباب. ولكن لو انا قللت عدد السيلز ها علشان ان انا اقسم عليهم نفس، يعني مثلا البند ده هقسمه على ايه؟ ادا سيل وادا سيل، احنا فهمنا الحاله الاولى صح كده، وادا سيل وادا سيل وادا سيل وهكذا. والله انا هقسم السيل دي ليه 3 سيلز مثلا خلاص كده، واقسم عليهم البند. فانا لو يعني لو ممكن يبقى الفريكوانسي ريوز عندي هنا ايه ها قريب مني فيحصل عندي انترفيرنس، لا ده انا هقسم نفس البند ده، يعني بدل السيل دي ما كانت واخده البند ده كله، لا ده انا هديها بند ايه اصغر شويه وعلشان خاطر اكبر المسافه بينها وبين الكود شانل ايه سيل. فبالتالي يحصل عندي ايه للانترفيرنس ان. هل الانترفيرنس يبقى بصفر؟ لا مفيش انترفيرنس، في انترفيرنس ولكن الليفل سيجنال بتاعته بتبقى ايه، هل انا بقدر احس بيها ولا لا؟ خلاص كده يا شباب. طيب دكتور، بس هو ده مش على حساب برضو الشانل كاباسيتي صح؟ نعم اما احنا نعمل الطريقة دي ده كده على حساب الشانل كاباسيتي بتقل صح؟ هي نفس الشانل كاباسيتي. لا بتقلي ليه؟ يعني هتقلي اقصد ليه؟ السل الواحدة طالما عندها فريكوانسز قليلة فبالتالي الداتا يعني لا بس انا هتاخد هخدم عدد اقل وهحافظ على الباور، هقلل الباور برضو. تمام تمام. طيب إيه في انت بتتكلم على الفايف جي صح؟ عايز تقول في الفايف جي انا عندي بيزود الكاباسيتي بتاع السيستم صح كده؟ مش عارف، لا هو انا اقصد يعني ان احنا لو خلينا كل سيل بتاخد عدد فريكوانسز قليل مش ده ممكن يأثر في ان السيل الواحدة بتخدم عدد يوزرز اقل، بس الكلاستر ذات نفسه بيخدم نفس العدد اليوزر سواء في الحالتين صح؟ تمام بس انا بعمل كده ليه؟ ها عشان عشان ازود المسافه بين الكود شانل سيلز صح تمام كده، او بالتالي اقلل الانترفيرنس فازود اقلل الكواليتي. الانترفيرنس بالظبط كده. تمام واضحه كده. تمام شكرا. تمام بس انا برضو في نفس الوقت عملت ايه، انا زودت السيلز وزودت البيز ستيشنز بس عملت ايه، قللت ارتفاع الانتنه بتاعتي او ارتفاع التاور بتاعي، وفي نفس الوقت عملت ايه باور افيشنسي اعلى، قللت الباور اللي انا بستهلكها من مين، من البيز ستيشن، وبالتالي حافظت على البطاريه الخاصه بمين، بتاعت اللي الباتريز في البيز الخاصه ستيشن. بالظبط. تمام كده يا شباب. طيب بعد كده هنتكلم عن ايه. بيقول لي هنا بقى والله انا لو عندي عايز يحسب بقى السيجنال تو انترفيرنس ريشيو، انا دلوقتي عرفت ان انا بقلل الانترفيرنس وعايزه احسب بقى السيجنال تو انترفيرنس ريشيو بكام. والله لو انا عندي بيقول لي السيجنال انترفيرنس ريشيو فور موبايل ريسيفر خلاص، المونيتورز فورورد شانل في الداون لينك كان بي اكسبريسد اس، بقدر اعبر عنها الاس ايه على الاي، الاس دي هي ريسيفد ديزايرد سيجنال باور عند الموبايل ستيشن من مين، من الديزايرد بيز ستيشن، دي السيجنال باور اللي انا بستقبلها من البيز ستيشن. طب الاي دي مين؟ دي السيجنال باور اللي انا بستقبلها
من الانترفير من النيبورنج ايه سيل اللي هي اللي حواليا دي، خلاص. ودول لو انا استقبلت باور منهم يبقى دول اللي بيعملوا لي عندي ايه انترفيرنس، خلاص كده. طبعا اللي بيستخدموا نفس الايه نفس التردد، خلاص كده، عشان كده كلهم اسمهم ايه. طيب يبقى السيجنال تو انترفير، ما هو يحصل انترفيرنس لو انا بستخدم نفس الايه التردد. يبقى السيجنال تو انترفيرنس ريشيو عباره عن ايه؟ عباره عن الاس السيجنال ليفل اللي انا بستقبلها من البيز ستيشن بتاعتي على سمشن ايه عدد السيجنال او الباور سيجنال اللي انا بستخدمها من كل الكود شانل ايه سيلز دي. فبيقول ان انا عندي الافريج ريسيفد باور، خلاص هناخد الكلام ده برضو بالتفصيل المره الجايه واحنا بنشرح اللارج سكيل والسمول سكيل فيدنج. فانا والله ببساطه كده انا عندي الباور ريسيفد عبارة عن إيه؟ أنا عندي أنتنة بتبعت وأنتنة بتستقبل، بتاعت البيز ستيشن وبتاعت من الموبايل ستيشن. أنا عندي الباور ريسيفد عبارة عن جي بي تي، خدنا الكلام ده كمان في الساتلايت في جي آر عشان يحسب الباص لوس، مش عارفة في اللمضة على الدي على الأربعة باي تربيع في الدي تربيع، صح؟ فبيقول لي والله لو أنا عند مسافة دي نوت، خلاص اسمها دي نوت، فبقدر أحسب عندها الباور. ده عبارة عن الباور ترانسميتد، خلاص في الكلام ده. فأنا والله بيقول لي إن الباور هنا البي آر لو أنا بحسب عند مسافة دي بقى، يعني المسافة دي نوت والمسافة دي خلاص بين الترانسميتر والريسيفر المسافة دي. طيب أنا هحسب الباور عند الدي نوت عبارة عن إيه؟ يبقى الباور عند الدي نوت عبارة عن البي نوت، ها، في إيه؟ في جي تي في جي ار على الدي نوت. والله هقسم الاثنين على بعض هيطلع لي العلاقه دي، هنشوفها المره الجايه ان شاء الله بايه اللي هي البي نوت دي، اللي هي ايه دي اللي هي البي نوت بقى، البي نوت اللي هي الباور ريسيف ده عند الدي نوت، عند مسافه دي نوت، خلاص. وانا خلاص قدرت قادر ان انا اعرف عند المسافه دي الباور دي بكام، فانا عايز اجيب الباور ريسيف او الريسيف دي باور عند المسافه دي عند الموبايل ستيشن على المسافه دي بدلاله البي نوت دي. هقسم المعادلتين على بعض هحصل على المعادلة دي، خلاص، ان البي ار بيساوي البي نوت في الدي باي دي نوت الكل اس سالب ايه اس سالب ان. فبيقول لي انا عندي هنا الباور ريسيف دي ممكن تكون من البيز ستيشن، ممكن تكون من ايه من الانترفير من الايه من الكود شانل ايه سيلز. طيب ايه هي الان دي؟ حاجة اسمها الباف لوس اكسبوننت. الباث لوس اكسبوننت يعني ايه؟ باث لوس اكسبوننت بتعبر لي انا عندي الباور بيقل مع المسافه بمقدار قد ايه؟ هل هو بيتناسب مع مربع المسافه؟ يعني مثلا كل ما امشي مسافه كده، يعني كل مثلا دي تربيع مثلا، يعني الباور دي بتتناسب مع بتقل مع دي تربيع، خلاص، مع مربع المسافة. يعني لو مشيت 1 كيلو متر ينزل لي الباور مثلا لإيه للنص مثلا، تمام. طب لو مشيت صح كده، طب لو مشيت هل ولا هو بيتناسب مع الدي أس 4 ولا مع الدي أس 6؟ ده بيعبر لي عن الباص لوس اللي بيحصل، عن الفقد أو اللوسز اللي بتحصل عندي في الباور بتاعتي نتيجة الإيه الفري سبيس أو إيه أو الباص إيه أو الباص لوس، خلاص كده. فالان ده اسمه الباث لوس اكسبوننت، وده بيبقى قيمه من 2 ل 4، وطبعا الفور ده هو الورست ايه الورست كيس، خلاص كده. طبعا من 2 ل 4 في الستة دي يعني، خلاص، بس انا بقول لكم يعني ايه كمثال. طيب فبيقول لي والله تعالى بقى نشوف المثال اللي قدامنا ده. بيقول لي والله انا لو انا عند الموبايل ستيشن عند حافه عند الايه عند الحافه بتاعت الايه السيل بتاعته دي، دي السيرفنج سيل بتاعته، خلاص، وهو بيتحرك راح عند الحافه دي عند الحته دي. فالمسافه بينه احنا عارفين ان نص القطر ده بكام؟ بآر، صح؟ فالمسافه بينه والمفروض يكون المسافه بين السنتر هنا بين السنتر هنا والسنتر هنا مثلا دي، صح كده؟ وبين السنتر هنا والسنتر هنا برضو دي، من السنتر ايه المسافه بين السنتر بتاع السيرفنج سيل وكل الكود شانل سيل تكون دي.
فوالله انا عندي بقى المسافه بين السيل دي او بين الموبايل ستيشن هنا مع السيل دي مثلا اللي انا مشاوره عليها دي، هي عباره عن الدي، المفروض دي كلها بقى ايه دي صح، والحته دي عباره عن ار، يبقى هي دي ناقص ار صح كده، ومن هنا لهنا هتبقى المسافه دي ناقص ار. طب انا بحسبها ليه؟ ما هي دي المسافه اللي بينهم، اللي عايز احسب عندها الباور اللي جياله، والباور بتتناسب عندي مع ايه؟ مع المسافه صح. طب من هنا لهنا المسافه دي دي، طب من هنا لهنا المسافه دي دي، لان انا كان ده هو تقريبا قد ده خلاص كده، هنا لو ده السنتر كده فهو تقريبا نفس الايه، نفس المسافه، لان هم على مسافه ايه بعيده عن بعض، فتقريبا كانهم متوازيين يعني. طب من هنا لهنا دي زائد ار، ومن هنا لهنا ايه دي زائد ار، يبقى انا عندي والله بيستقبل، عايزه امسح بقى كده عشان الناس ايه نبدا نشرح عليه تاني. يبقى انا عندي كده يا شباب، ها إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي الموبايل ستيشن اهو بيستقبل سيجنال خلاص اسمها بي نود، في دي باي دي نود، الدي عندي هنا اللي هي مين؟ اللي هي الار، المسافه بين الموبايل ستيشن والسيرفنج بيز ستيشن اللي هي الار، يبقى دي الباور سيجنال بتاعتي اللي موجوده عند مسافه ايه؟ مسافه ار. طيب طب السيرفنج، طب طيب بقى الانترفيرنس جاي له منين؟ جاي له من الباور اللي جاي له من هنا في الدي، الدي اللي هي مين؟ دي ناقص ار على دي نود، وجاي له من الباور دي اللي هي دي ناقص ار على دي نود، يبقى 2 دي ناقص ار على دي نود جاي له من هنا ومن هنا خلاص. طيب زائد في انترفيرنس تاني اللي جاي له من هنا ومن هنا، بس على مسافه مين؟ الدي هنا بكام؟ ها بدي. طيب والزائد اللي جاي له من هنا وهنا، بس المسافه دي هنا بكام؟ بدي كابيتال بلس ار. يبقى انا عندي السيجنال تو انترفيرنس ريشيو عباره عن الار اللي هي السيجنال بتاعتي دي اس سالب الان على سميشن المسافه الدي كابيتال دي، لو انا عندي الدي كابيتال دي، لو انا عندي الموبايل ستيشن في السنتر بتاع مين؟ بتاع هنا، لو الموبايل ستيشن هنا خلاص، فالمسافه هنا دي سميشن الدي اي ناقص الان، فهي تعتبر المسافه بين الموبايل ستيشن والسنتر او البيز ستيشن بتاعت مين؟ بتاعت الايه؟ الانترفيرر سيلز او الكوتشنت سيلز. طيب هبدا اعوض بقى بالمسافات دي مظبوطه، المسافات بتاعتي دي اللي هي دي ناقص ار ودي، يبقى 2 دي ناقص ار و2 دي و2 دي زائد الار. يبقى انا عندي يا جماعه في حاله الورست كيس قلنا ان الان بكام؟ بسالب 4، وهيبدا يقول ان السيجنال تو انترفيرنس ريشيو عندي عباره عن الار اس سالب 4 على 2 في دي ماينس الار اس سالب 4 زائد ال2 دي زائد الار اس سالب 4 زائد ال2 دي اس سالب ايه 4. طب انا يا جماعه ما انا عارف ان انا عندي الدي على الار حاجه اسمها الفريكوانسي ريوز ريشيو او الفريكوانسي ريوز فاكتور بتاعي اللي هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه كيو. يبقى انا هقسم البسط والمقام على كام؟ ها على الار، هقسم البسط والمقام على الار، هيتبقى عندي واحد فوق هقسم على ار اس سالب 4 بقى، ما هم كلهم اس سالب 4، يبقى اتبقى عندي 2 في الكيو ماينس 1 زائد 2 في الكيو بلس 1 زائد ال 2 في الكيو اس سالب الايه؟ ال 4. بيقول لي مثال هنا، لو انا عندي ال n بتساوي 7 خلاص، يبقى احنا عندنا ال q اللي هي جذر 3 n او اللي هي ال d على ال r خلاص بتساوي كام؟ 6 4 و6 من 10. هروح احسب السيجنال انترفيرنس ريشيو من المعادله دي، فهحصل ان الورست كيس سيجنال انترفيرنس ريشيو هتطلع معايا بكام؟ ب 17 و8 من 10 ايه؟ دي بي. هجيبها بالدي بي ازاي؟ 10 لوج الكلام ده خلاص. يبقى انا عندي دلوقتي بيقول لي علشان اعمل ديزاين لسيريولر سيستم احصل منه على بروبر بيرفورمانس في حاله الورست كيس، يعني في حاله الورست كيس ان انا عندي الباور بتتناسب مع
دي أس 4 من المسافة خلاص، أو بيحصل أو الباسلوس اكسبوننت بتاعي بـ4، يعني دي حالة الورست كيس. وأنا عايزة في الحالة دي يبقى عندي بروبر بيرفورمانس، يعني في بيرفورمانس أو أداء أقدر إن أنا من خلاله أعمل السيرفيس بتاعتي، يبقى لازم إن أنا it would be necessary to adjust N، لازم أعدل الـ N دي خلاص، وزاوية سكرايبنج سيستم ايه كاباستي، من غير ما اثر على السيستم كاباستي. وده هو التريد اوف، ده هو التريد اوف، ان انا ما اثرش على السيستم كاباستي وفي نفس الوقت احصل على سيجنال تو انترفيرنس ريشيو ايه في حاله الورست كيس تكون كويسه او معقوله، وان هي تقدر ان هي ايه تخدم. خلاص كده، خلاص كده يا شباب. طيب، وهو ده التريد اوف على فكره في الفايف جي يعني. طيب بيقول لي هنا مثال، لو انا عندي سيجنال تو انترفيرنس ريشيو ب 15 دي بي، خلاص اف ا سيجنال تو انترفيرنس ريشيو اوف 15 دي بي از ريكوايرد، ده اللي انا عايزاه، انا عايز احصل على سيجنال تو انترفيرنس ريشيو ب 15 اي دي بي. طيب تو ساتسفاكتوري فورورد تشانل بيرفورمانس، عشان الفورورد تشانل اللي هو ايه الداون لينك اللي جاي من ان انا اقدر احصل على باور كويسه من البيز ستيشن بتاعي. طيب بيقول لي وات از فريكوانسي ريوز فاكتور، ايه هو الفريكوانسي ريوز فاكتور اند كلاستر سايز ذات شود بي يوزد فور ماكسيمم كاباسيتي، ان انا اقدر استخدمهم عشان احصل على ماكسيمم كاباسيتي لو الباس لوس اكسبوننت عندي. اه دي الان، دي غلطه مطبعيه يا جماعه، مش ات، دي ان ودي ان. الان ب4 والان بكام؟ والان ب3 خلاص. فبيقول لي انا هفرض ان في 6 كوت شانل كوت شانل سيلز خلاص ان ذا فيرست طير او في الفيرست لاير يعني، اند اول اوف ذم ار ات ذا سيم ديستانس فروم ذا موبايل، كلهم على نفس الديستانس اللي هو الدي كابيتال بقى من الموبايل خلاص. يبقى ايه اللي هيحصل؟ والله عند ال N بتساوي 4، انا فارض ان انا هستخدم 7 سيل ريوز باترن، يعني انا عندي سيل اهي وحواليها 6 6 كوت شانل سيلز على مسافات معينه، تمام كده، اللي هي المسافه بين الموبايل ستيشن بتاعي وكل كوت شانل سيل اللي هي الدي اللي هي الدي كابيتال بالشكل ده. طيب انا عايز احسب الدي على الار، معلش دي على الار، الدي على الار اللي هي الكوت او الكيو يعني اللي هي الكوت شانل ريوز ريشيو اللي هي 4.5، هحسبها اللي هي بكام؟ 4.5 اللي هي من جذر 3 ان، تمام كده يا شباب. طيب اروح احسب مين بعد كده بقى؟ انا عندي السيجنال تو انترفيرنس ريشيو عباره عن الار اس سالب الان على سميشن، صح كده، الدي اس سالب مين؟ سالب الان. والدي بكام من الاي؟ بتساوي 1 لحد 6، دول عدد الكود شانل انترفيرنس. طيب او الكود شانل سيلز، هقول والله انا هقسم هنا على الار، يبقى انا عندي الدي على الار اللي هي مين؟ ها واشيل الار منين؟ من فوق، يبقى هنا ده 1، ده كده 1. طب ما هو اس سالب ان ممكن اطلعه فوق في المقاس في البسط بكام؟ بان، يبقى هي عباره عن دي على الار اس اس ان، طبعا ما انساش السميشن، ولكن انا فارض ان كلهم على نفس المسافه، يعني الدي دي متساويه للست كوت شانل سيلز، يعني دي قد دي قد دي قد دي قد دي قد دي، صح كده؟ يبقى انا دلوقتي اقدر اخد يبقى انا كلهم قد بعض، يبقى انا هقول والله يبقى 1 على 6، ها في مين؟ في الكيو فاكتور ده اللي هو الدي على الار اس اس ان، او الواحد او 1 على الاي اللي هو عدد الكود شانل سيلز ايا كانت بقى. فانا لو بصلص اكسبوننت عندي ب4، يبقى انا 1 على 6 في كام؟ في 4.5 كله اس، معلش هنا اس ان برضو ناسياها، يبقى هنا اس ان اللي هي بكام؟ ب4، وهتطلع معايا ب75 لو انا استخدمت اللي هي 7 سير ريوز باتن، يعني كل باخد الكلاستر بتاعي ب7 سيل وببدا اقررهم في الكلاسترز اللي بعد كده. خلاص كده. طيب
يبقى انا دلوقتي هيطلع عندي السيجنال تو انترفيرنس ريشيو ب 75.3، يعني كام لو انا استخدمت 7 سيل ريوز ب 18.66 دي بي؟ ده قيمه السيجنال تو نويز ريشيو اللي انا استخدمتها لما عملت 7 سيل ريوز اعلى من القيمه اللي انا ايه اللي انا عايزها اللي كانت 15 ايه دي بي. يبقى دي اكسبتابل ايه سيجنال تو انترفيرنس ريشيو بالنسبه لي. فطالما السيجنال تو انترفيرنس ريشيو اعلى من اللي انا محتاجه يبقى ايه، يبقى انا هقدر استخدم ال ان بتساوي 7 في الحاله دي. خلاص. طيب في حاله الباس لوس اكسبوننت طلع ب 3، ها هروح احسب نفس الكلام تاني، يبقى 1 على 6 في 4.5 بس اس كام؟ اس 3. يبقى السيجنال تو انترفيرنس ريشيو لو الباس لوس اكسبوننت ب 3 ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا عندي 16.4 هيطلع معايا الدي بي بكام؟ هيطلع معايا سيجنال تو انترفيرنس ريشيو بالدي بي ب 12 دي بي. لا ده سيجنال تو نويز ريشيو تو انترفيرنس ريشيو عندي اقل من اللي انا ايه عايز استخدمه علشان احافظ على البرفورمانس بتاع الفويس ايه الشانل بتاعتي. لا يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى ايه دي اقل من الريكوايرد سيجنال انترفيرنس ريشيو، يبقى احنا محتاجين ان احنا نزود مين؟ نزود الان عشان نقلل الاي. خلاص. نقلل الانترفيرنس امتى؟ لما نزود الان عشان يبقى الفريكوانسي ريوز عندي ايه بعيد او المسافه دي اكتر ابعد، فبالتالي ايه اللي هيحصل عندي؟ فالانترفيرنس عندي هيقل، فبالتالي الايه النسبه دي هتزيد فيزيد معايا السيجنال تو انترفيرنس ايه ريشيو. فبيقول لي هنا النكست بوسيبل ان انا اخلي الان بكام؟ ب 12، يعني الاي بتساوي جي بتساوي 2. عندها احسب الكود شانل ريشيو اللي هي الدي على الار هتطلع معايا ب 6، احسب الكلام ده هيطلع معايا السيجنال تو انترفيرنس ريشيو بقيمه اكبر من ال 15 دي بي اللي انا عايزها. وبالتالي انا كده عملت قدرت اعمل بلاننج للسيستم بتاعي بشكل ايه كويس. خلاص. بناء على الباس بلس ايه اكسبوننت. الادجيسنت اتفضل. كفايه. نعم كفايه. لا استنى بس، كفايه ايه؟ احنا فقدنا يا دكتور، ما عدناش مركزين خالص كتير. اول محاضره كده يا دكتور. مش كتير والله يا جماعه ولا حاجه، المحاضره اصلا 4 ساعات المفروض، يعني كميه كبيره بس يا دكتور، مش موضوع الساعات والله ما كبيره. تاخد الاربع ساعات يا دكتور عشان انا اسمعني بس يا باشمهندس، انا بشرح وبوضح لك بشكل تفصيلي، لكن انا قلت لك كلمتين كده في السريع، السلايد دي مش واخده معايا ساعه، فاهم قصدي؟ ما احنا فصلنا يا دكتور والله ما عدناش مركزين، يعني بص ده بعد كده مش حاجه، ده ما عادش غير 3 سلايد بس، 3 بس، 3 بس. الانترفيرنس دي احنا اصلا اوريدي قلناها، يعني خلاص ان احنا نظبط الفلترنج بس، دي احنا شرحناها. الباور كنترول للريديوسنج انترفيرنس، ان انا يبقى عندي باور كنترول ان انا والله اقدر ان انا اول حاجه الباور ليفلز ترانسميتد باي افري سب كاريرز يونت ار اندر كونستانت كنترول. لازم دايما البيز ستيشن بتاخد اللي هو المهو اللي احنا لسه شارحينه، ان هو دايما بيقيس مين؟ بيقيس الباور اللي جايه له من مين؟ من موبايل ستيشن بشكل ايه مستمر. طيب this is done to ensure that each mobile transmits the smallest power necessary to maintain a good ايه quality link. ده بيعمل ليه كده الكلام ده؟ عشان يقدر يحافظ على الموبايل ستيشن، يحافظ على كواليتي كويسه للايه للفويس شانل بتاعته او المكالمه بتاعته يعني. خلاص. وطبعا لازم ان انا علشان احافظ كمان على الباتري لايف، لازم اعرف اعمل باور كنترول عشان احافظ على الباتري لايف بتاعتي. خلاص. للسب كارير ايه يونت اللي هو الموبايل بتاعك، عمر البطاريه بتاعته، وعشان اقلل السيجنال تو انترفيرنس ايه ريشيو. خلاص كده. طيب الباور كنترول سبيشال امبورتنت للسي دي ام اي اللي هو السبريد سبيكترم سيستم. خلاص. ان انا اصلا بستخدم نفس الباند لكل اليوزر، خلاص هو نفس السيم راديو شانل، فلازم يكون في باور كنترول. خلاص. عشان انا بستخدم كودز مختلفة، كل يوزر عنده كود مختلفة، لازم يبقى فيه باور كنترول كويسة جدا، لان انا اصلا بشير نفس الايه الراديو تشانل. بعد كده هناخد ازاي اعمل امبروفنج 3 حاجات بس سريعا، مش واخدين دقيقة واحدة. ازاي بعمل امبروفنج للكباستي في السيلولار سيستم بتاعي اللي هو مور تشانلز بير يونت ايه بير يونت اريا.
اول حاجه عندي 3 تكنيكس عشان احسن السلكه بس في السيلولار سيستم. اول حاجه اسمها السيل سبليتنج، تاني حاجه اللي هي السيكتورايزيشن او السيكتوروينج، والكفرج زون ابروتش. تمام كده. السيل سبليتنج مفيش حاجه عمليه اسمها سيل سبليتنج، خلاص مفيش حاجه عمليه اسمها سيل سبليتنج، ولكن دي بدايه للفريكوانسي ريوز زي ما احنا شرحنا من شويه. بعمل ايه؟ بعمل لير اخرى من السيل زي ما احنا لسه شارحين في المثال اللي فات دلوقتي، وبيكون حجمها قليل، يعني بقلل الار بتاعتي. يعني انا عندي اهي ده شكل السيل، لا انا بقلل الار وبحط لها هنا بيز ستيشن تخدمها، فبالتالي انا زودت عدد مين؟ عدد السيلز بتاعتي، فقدرت اخدم ايه؟ يوزرز ايه؟ اكتر. خلاص كده. فبالتالي لما اقلل عدد السيل ايه اللي هيحصل؟ هقلل الانتنه بتاعتي، هقلل الارتفاع بتاع الانتنه، وهقدر اعمل ايه؟ باور افيشنسي، هحافظ على عمر البطاريه بتاعه الموبايل ستيشن بتاعت مين؟ البيز ستيشن. خلاص كده. فبالتالي انا كده عملت فريكوانسي ريوز هيزيد، وبالتالي السيستم كباستي عندي ايه؟ هيزيد، لان انا زودت عدد الايه؟ السيلز بتاعتي. خلاص كده. الكلام ده لو انا هستخدم نفس الايه؟ نفس الباند. طيب ازاي اعمل سيكتورايزيشن بقى؟ ده السيل سبليتنج ايه؟ ببساطه، اول حاجه سيكتورايزيشن، والله انا عندي إيه، عاوزه اقلل الانترفيرنس، فلو اتنين يوزر في نفس السيل حصل بينهم انترفيرنس عشان اخدوا نفس التردد، ده مش ممكن يحصل ولكن ممكن يحصل، يبقى انا اعمل ايه؟ المشكله في النوع ده من الانترفيرنس، ان انا لو عندي تو يوزر في نفس السيل، لو هي نفس السيل دي تو يوزر اخدوا نفس الباند، طب افرق بينهم في ايه؟ فانا لو انا عندي البيز ستيشن اهي وهي انتن عندي واحده اهي بتخدمهم، ايه اللي هيحصل؟ جاي ده باور نفس الباور اللي جايه له من هنا، وهياخدوا نفس البنت، يبقى هيحصل بينهم توتال ايه؟ انترفيرنس. طيب يبقى انا لازم افرق بينهم في ايه؟ في الباور. ازاي؟ ان انا والله اعمل سيكتورايزيشن، يعني ايه؟ انا نفس البيز ستيشن اهي، بس انا هستخدم هنا انتنه، وهنا دايركشنال انتنه، وهنا ايه؟ دايركشنال انتنه. خلاص كده. في عندي نوعين، يا اما سيت هقسم السيل لثلاثه سيكتورز، او ان انا اقسمها لسته، خلاص اللي هي 120 درجه سيكتورنج و60 درجه ايه؟ سيكتورنج. انا الباور اللي شايفها السيكتور 1 في السيل دي غير الباور اللي شايفها ده، لان كل واحد جاي له باور من انتن مختلف عن التاني، فهم حتى لو استخدموا نفس التردد، مع ان ده زي ما بقول مش ممكن يحصل في نفس السيل، فبالتالي برضو انا فاصل بينهم في ايه؟ في الباور، فمش هيحصل بينهم ايه؟ انترفيرنس. خلاص كده. يبقى انا فصلتهم في الباور دومين، فصلتهم في ايه؟ في الباور دومين. بيقول لي الادفانتجز هنا بتاعت السيكتورنج، ان انا عملت امبروفمنت للسيجنال كاباسيتي، وعملت امبروفمنت للسيجنال تو انترفيرنس ريشيو، وعملت انكريز للفريكوانسي ايه؟ ريوز. طب الديس ادفانتج بقى، انا قسمت السيل الواحده لثري سيكتورز، فهيبدا يحصل عندي ايه بقى؟ ها، هيبدا يحصل عندي انكريز نمبر اوف هاند ايه؟ اوف، وهيزود عدد الانتنز ات اتش اي بيز ستيشن، لان انا دلوقتي بدل ما كنت بستخدم انتنه واحده تخدم لي السيل كلها، لا انا بقيت بستخدم ثلاثه انتنه في ال 60 ديجري سيكتورنج او ال 120 ديجري سيكتورنج، بستخدم هنا ايه؟ 6 انتنه. فانا عندي السيل كلها لو هي 360 درجه، خلاص هقسمها لثلاثه، يبقى انا عندي ايه هنا؟ لثلاثه سيكتور، يبقى انا عملت 120 درجه ايه؟ سيكتورنج. طب لو هقسمها على 6 يبقى انا عملت 60 ايه؟ سيكتورنج. فهنا هستخدم 6 انتنة، معلش عشان اتلخبطت وعكست يعني، وهنا هستخدم ايه؟ 3 انتنة. خلاص كده. بعد كده حاجة اسمها الكفرج زون او المايكرو زون كونسبت، بمنتهى البساطة خالص، انا عندي السيل بتاعتي هقسمها لمجموعة من انا عندي الحتة دي، انا عايز اعمل سيرفنج للسيل دي، هقسمها لمجموعة والله من الزونز، فكل الزونز دي هتتخدم ببيز ستيشن واحدة بس، فانا كده وفرت عندي في عمليه البيز ستيشن في عدد البيز ستيشنز، وبالتالي لما يبقى عندي بيز ستيشن واحده تخدم كذا حاجه، فبالتالي عند عمليه الهاند اوف هتقل، صح؟ لانه هيبقى تابع لنفس الايه؟ البيز ستيشن. ولكن انا عندي كل زون، ها يعني بيقول لي ايه؟ اتش زون
of the three zone sites are connected to a single base station and share the same radio equipment. يعني نفس الراديو equipment ونفس البيز ستيشن، خلاص هو ايه هيشير من نفس البيز ستيشن، هما الثلاثه هيشيروا نفس البيز ستيشن يعني. طيب بيقول لي هنا عندي مالتيبل زون وسنجل بيز ستيشن ميك اب ايه اسل. بيقول هنا لو الموبايل بقى بتاعي ماشي من وزن ذا سيل، خلاص ترابل وزن ذا سيل من زون لزون تانية، انا عندي كل زون عند الايدج بتاعتها عند الحافه بتاعتها هنا في ايه، في هنا انتنة، في هنا انتنة وفي هنا ايه انتنة. فهو بيقول لي هنا ات سيرفيس باي ذا زون وذ ذا سترونجست ايه سيجنال. هو هيتحرك هنا براحته خلاص، والله هو اتحرك من هنا لهنا، ها هياخد باور اعلى من الانتنه دي من الباور الثانيه، خلاص يبقى هو هيحصل له سيرفنج منين؟ من الاوتوماتيكالي من الانتنه دي خلاص، وهيستخدم نفس البند بتاعه من غير ما يعمل ايه عمليه الايه الهاند اوف، لان هم كلهم تابعين في الاخر لنفس الايه البيز ستيشن. بيقول لك this approach is superior to sectoring since the antennas are placed at the outer edges of a of the cell and any بحط الانتنات بتاعتي عند الاوتر ايدجز بتاعه السيل. وبيقول لي any base station channel may be assigned to any zone، بقدر ان انا من خلال الزون سيلكتور ده، الزون سيلكتور ده اقدر ان انا اساين البيز ستيشن دي يا اما للزون دي او الزون دي او الزون دي على حسب انا في انهو ايه في انهو زون، خلاص عن طريق مين برضو باي ذا بيز ستيشن. خلاص كده شباب، ها حد عنده اي استفسار؟ دكتور معلش اختلاف بس ما بين السيكتورنج واخر كونسبت ده. اقول لك الاختلاف ان السيكتورنج، ثواني كده عايزه بس، طيب بعد ما اخلص ماشي. بص كده هنا في السيكتورنج ده هي بيز ستيشن بتخدم، معلش ثانيه واحده كده. انا عندي هنا البيز ستيشن واحده اهي خلاص، ولكن انا مستخدم كل انتنه متوجهه ناحيه ايه سيكتور معين، تمام كده. فلو جيت انا اتحركت من البيز من السل دي للسل دي، ها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عمليه ايه؟ هاند اوفر. هاند اوفر الهاند اوف او الهاند اوفر، صح كده؟ تمام. لا ده انا عندي دول كانهم سل خلاص كده، ولكن متقسمه المجموعه من ايه؟ من الزونز، حاجه اسمها الزونز، والتلاته بيتخدموا بايه؟ ببيز ستيشن واحدة. ببيز ستيشن واحدة، وعند كل ايدج هنا ها بيز ستيشن واحدة، يعني نفس النطاق بتاع ايه؟ التردد. تمام. نفس الباند، بس كل يوزر بيستخدم ايه؟ تردد معين. فلو اليوزر في الزون دي ومستقبل باور من الانتنة دي وحب يتحرك للزون التانية، هل هيعمل عملية هاند اوف؟ هيغير الباند بتاعه او التردد اللي شغال عليه؟ لا. لا. هيستخدم نفس التردد، ولكن الاشاره اللي هيستقبلها هل هيستقبلها من الانتنه دي ولا اوتوماتيكالي بناء على البيز ستيشن برضو هيستقبل من الانتنه الثانيه من غير ما عمليه الهاند اوف، ان انا بنقل اليوزر من باند لباند. فاهم؟ تمام. وضحت ولا ايه؟ وضحت. انا اول بس مره يعني اعرف عن الموضوع ده، يعني ما اظنش ان هو براكتيكال، صح؟ هو اللي شغال السيكتورنج طبعا ده والسيل سبليتنج، هم دول اصلا اللي ده. في حاجه تانية اسمها الريبيترز، ان هو بيستخدم ريبيترز لكل مسافه معينه، بس انا اصلا ما حبيتش احطه لان يعني السيكتورنج والسيل سبليتنج هم اشهر ايه حاجتين يعني. ماشي يا دكتور، شكرا. طيب حد عنده يا جماعه اي استفسار؟ مش عارفه ليه مش فاضي يعني. ماشي ما علينا. حد عنده يا شباب اي استفسار؟ عايزه بس اعدل بسرعه المرفأ. ايه؟ وقف الريكورد.